للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من فيينا استاذ العلوم السياسيه دكتور عبد السلام برواري. دكتور عبد السلام، بدايه مرحبا بكم. كيف تتوقع سير عمليه اعاده العدوى الفرز اليدوي في ظل التفجيرات المتكرره لاماكن تخزين بطاقات الانتخابات في الايام الماضيه؟ يعني بدايه تحيه لكم وللاخوات والاخوه مشاهداتنا ومشاهدين. انا اقول في الحقيقه قال الله في عون المواطن العراقي العادي، فرغم معاناته من نقص الأمن والرؤية الإيجابية للمستقبل والخدمات، تأتي مسألة الانتخابات التي كان الكثير يعول عليها بأنها ستكون ربما زعزعة أو خلخلة للوضع السياسي المرفوض أصلا، ولكن مع الأسف الشديد نرى هذه الحوادث تزيد من قلق المواطنين. يأتي كذلك تحرك جماهيري في وسط وجنوب العراق وإشاعات باحتمال انقلاب عسكري وما إلى ذلك. يعني بالنسبة لي خاصة الحدث الأخير كركوك، هذا يثبت ما كنا دائما نقوله. عندما كانت كركوك بيد قوى الأمن الكردستانية وكان حتى قبل داعش كانت تشبه بأقاليم بمحافظات الإقليم من حيث هدوئها واستتاب الأمن بها، في الوقت اللي كانت التفجيرات مستمرة وحدثا يوميا في كافة المحافظات. أصلا التحرك العسكري الذي بدأه عبادي ونفذته إيران وميليشياتها تم تسويقه على أنه إعادة القانون والاستقرار والدفاع عن المواطنين، والآن نرى كركوك لا يمر يوم دون أن يكون هناك تفجير. داعش التي أراد العبادي أن يصور للعالم بأنه قد قضى عليها وقام احتفالا بالانتصار، داعش يزول ويصول في أطراف دكتور يعني لجنة تقصي الحقائق النيابية تدعو لإلقاء نتائج الانتخابات في مزبلة التاريخ بحسب ما تقول، هل هذا اعتراف بفشل العملية الانتخابية ومن ثم فشل العملية السياسية؟ يعني أنا اسمح لي أن أكون صريحا، يعني الأخ عادل نوري في تصريحاته حقيقة لا يعبر عن رأي لجنة، يعبر عن رأيه ككادر من كوادر الاتحاد الإسلامي الكردستاني. يعني أنا استمعت إلى أكثر من تصريح له، هو تصريح الناس الذين يعتقدون، وهو من حقه طبعا أنهم كم غدروا، ويتكلم بلغة الحزب الذي يعتقد أن أصواته قد سرقت، لنقل ذلك أي أولا. ثانيا يعني انتخابات لم تكن في تقريبا اي دوله من دول العالم الثالث خاليه من شوائب ومن احداث. يعني تصور في الهند كل سنه تجري فيها الانتخابات، هناك قتل وهناك حرق والى اخره. انا لا ابرر هذه الافعال، ولكن هذه منطقه الشرق الاوسط ونحن بطبيعتنا بعيدون عن ثقافه الديمقراطيه. أنا أتصور مجرد إجراء الانتخابات هو انتصار للعملية. طيب. ولكن لو كان لدى سادتنا هذا التفهم للديمقراطية والرضوغ للقانون لما حدثت كل هذه التفتيتات والإشكاليات. وهناك قانون وهناك تعليمات، يجب أن ينتظر المرء أن يتم البت في هذه الشكاوي. دكتور عبد السلام، الجبهة التركمانية قالت أن انفجارات مخازن كركوك قام بها الخاسرون للتغطية على التزوير. يعني دكتور عبد السلام، إعادة العد والفرز هذه العملية، هل هي نحن الآن أمام مفترق طرق؟ يعني هل ستضع فعلا هذه العملية حدا ربما لعمليات التفجيرات والإحراق، أم ستشكل منعطفا لمزيد من الفوضى من وجهة نظرك؟ أنا شخصيا أتصور التفجيرات يعني لا أربطها مباشرة بعملية إعادة الفرز، حتى لو لم تكن هناك انتخابات كنا سنشهد تفجيرات، وكانت هناك تفجيرات حتى قبل الانتخابات. يعني الجبهة التركمانية التي تصور للعالم بأنها تمثل كما تدعي هي وتصور للأتراك بأنهم يمثلون 3 ملايين تركماني في العراق، لا يحصلون في أي انتخابات على أكثر من 100,000 صوت، بل أقل من ذلك. لذلك أنا لا أدري ما الذي يعني يقصدونه. إذا كانوا يقصدون الجانب الكردي وهو دائما الذي يقف وراء تصريحات الجبهة، الجانب الكردي لم يخسر، حصل على 6 مقاعد كما كانت له مقاعد و6، سواء كان هذا نتيجة اتفاق نتيجة تلاعب هذا شيء آخر.
لذلك الجبهة التركمانية كانت أول جهة رفضت الانتخابات أصلا، وهي التي خسرت المقاعد، كانت لها 4 مقاعد الآن لها 2 مقعدان. يعني وضع كركوك لن يعود إلى حاله إلا إذا جرى إرجاع الوضع إلى ما قبل داعش، أي أن يكون هناك إدارة مشتركة. هذه منطقة متنازع عليها حزب الوحدة 140، لا يحق للإقليم ولا يحق للحكومة الاتحادية أن تدعي الانفراد بإدارة هذه المنطقة، وإلا ستستمر هذه الأعمال وسلسلة الحوادث. شكرا لك دكتور، سواء مهما كانت نتيجة فرز الأصوات. دكتور عبد السلام برواري أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك.